عديدة جدا. فلهذا البعض من الناس يعتقد أنه عندنا مشاكل أكبر من هذه المشكلة. لا، هذه هي المشكلة، لأن من يتقمص، لأن من يتقمص كما قال علي في الشقشقية، لأن من يتقمص هذا الزي، هذا المنصب، وهو يعلم أن هذا ليس محله، وهو يعلم بأن كلامه سيكون له تأثير على الناس، على عقولهم وحياتهم وحلالهم وحرامهم وما شاكل ذلك وسلوكياتهم، ويحلم هذا الشخص المدعي، يحلم بأن يكون له ذلك الوضع الذي يعطى له، وكأن هناك مصلحة في أن يتصرف في الأموال أو ما شاكل ذلك، وهو مدعي. ماذا تتوقع ممن يدعي منصبا له ليس له، خصوصا وهو يعلم، خصوصا وهو يعلم بأنه الناس تعلم أو بعض الناس تعلم بأنه لا يستحق هذا التواجد. ولهذا لعله هكذا